سيدنا محمد كان بيحج مع سيدنا عبد الله بن عباس، ففي وقت رمي الجمرات، رمي الشاهد بتاع إبليس بالجمرات، قال له هات لي حصى مثل حصى الخذف، يعني تبقى الزلطة اللي بيترمي بيها الشاهد بتاع إبليس قد الحمصاية الكبيرة شوية، يدوبك قد حبة الفول كده. فجابها له سيدنا عبد الله بن عباس، فسيدنا محمد قال مثل هذا وإياكم والغلو في الدين، يعني يدوبك صغيرة كده، بلاش تشدد، ما تروحش تجيب زلطة كبيرة عشان ترمي إبليس ضربة كبيرة، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو في الدين. فكأن سيدنا محمد قال خدوا بالكم في حال بيشكل ضغط نفسي مهلك، هو أن الإنسان يتوغل في الدين بطريقة خاطئة يكون متشدد فيهلك.